الماء روح الحياة، ومنهل الكائنات، يهمي ثمين نفيسا من موزنه المطرات، ليحيي الأرض زرعا يضطر بعد موات، فكل صدقة جارية. الروح المرحوم محمود عبد اللطيف سليم حماد من أولاد المرحوم، جزاهم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة، ويبارك في أموالهم وأولادهم وذرياتهم، ويسقاهم من نهر الكوثر، ويجعل الله هذا العمل الخير في موازن حسناته. شكرا لكم يا أهل الخير.